السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك الصواني ده وماسك الحلل. ممكن تعمليه كمشروع، هو تقريبا مش هيكلفك حاجة خالص، يعني لو انت حسبتيها انا عاملاه ببواقي قماش عندي، يعني دي بواقي قماش عندي مش مشتري قماش جديد، فلو انت حسبتيها يعني مش هيكلفك 3 4 جنيه بالمنظر الجميل دوت، مش هيكلفك 3 4 جنيه. ولو انتي اشتريتيه بقى يعني بتشتريه ابتداء من 20 ل25 جنيه تقريبا، فانهي الاحسن؟ ولو انتي كمان عملتيه كمشروع شوفي هتبقي انتي كسبانة قد ايه يعني، ولو اشتريتي حتى قماش وخامات برضو مش يعني مش هيكلفك كتير. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. هحتاج معايا فايبر رول، الفايبر رول ده بيتباع بالمتر، بيتباع عند بتوع مستلزمات التنجيد. لو اشتريتي متر طبعا هيعمل لك كتير جدا وهو مش غالي خالص. وهنحتاج نعمل مع بعض باترون. انتي رسمي الرسمة اللي انتي حباها، يعني انا رسمت الرسمة ديت ونفذتها طلعت بالمنظر ده. انتي لو حابة تعمليه من غير صباع عادي، ارسمي الرسمة اللي تريحك على الورق ونفذي عليها بس عشان يكون اسهل ليكي. وده مربع للمسك الصغير. وهنحتاج طبعا مع بعض قماش، انا برضو ما اشتريتش قماش جديد خالص. يعني قطعة القماشة دي كانت عندي من ملاية سرير كنت مفصلاها، فدي بقى عندي فحبيت ان انا استغلها. هنبدأ مع بعض نثني القماش بالشكل ده. هنتني القماش بالشكل ده، هنقص الاول القماش وبعد كده نبقى نقص الفايبر. ماشي، هنتني القماش بالشكل ده واحط عليه الباترون بتاعي. تمام كده، واعلم بالماركه عندي، يكون معايا دبابيس. لو انا خايفه ان الورق معايا يتحرك عادي اعلم يعني همسكه بالدبوس كده معايا. تمام، وهعلم معايا بالماركه بالشكل ده. سهل جدا، يعني اي حد مش بيعرف حتى يخيط هيعمله بسهولة، ومشروع حلو قوي قوي يعني ان انت تنفذيه في البيت مش هيكلفك حاجة خالص. لما اجي اقص مش هقص قد الماسك بالظبط، هقص هسيب حوالي سنتي قيمة الخياطة، فانا هسيب من تحت كتير الكم ده كله علشان ابقى اتنيل جوه وانا بقص. سمي الله، وهقص هسيب حوالي سنتي. هفتح ده، بالشكل ده كده انا خلصت قص بالشكل ده. نفس اللي عملته مع القماش هعمله طبعا في الفايبر. خلي ده معايا، هاتني الفايبر بالشكل ده. وهثبت برضو عليه الباترون بتاعي، وبرضو هسيب مسافة سنتي. زي ما قصيت القماش هقص الفايبر وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد ما خلصت قص الفايبر
بالشكل ده. حطيت البطرون اللي انا قصاه على القماش وعلى الفايبر برضو وقصيته كله تمام كده. هاجي بقى للتركيب، هخلي ده هنا دلوقتي. هاجي بقى لتركيب الماسك. هحتاج احط الاول ظهر القماش، وش القماش في الوش ده بالشكل ده كده تمام. الوش اهو في الوش عشان ابدأ ايه اخيط، وهحط من الناحية ديت الماسك بالشكل ده الفايبر، ومن الناحية دي كمان هحط فايبر تمام كده. والزيادة دي هخليها معايا علشان في الاخر هقفل عليها بيها. فانا هبدأ اخيط دلوقتي بالشكل ده. مجهزة معايا ابرة وفتلة، وهبدأ اخيط خياطة زي خياطة المكنة بالظبط. قلت لكم قبل كده ان الخياطة دي انا بستعملها على طول على طول، وهي اسمها نباتة، الغرزة اسمها النباتة، بس هي زي المكنة بالظبط. هبدأ اخيط بالشكل ده كل الماسك معايا لحد ما اوصل لهنا، ونفس الموضوع هنا كمان. هحط ظهر وش القماش، معلش في دبابيس، هحط وش القماش في وش القماش بالشكل ده، وهحط الفايبر عليهم، وهبدأ اخيط بالشكل ده. هخيط كله كده ببعضه، وهسيب حتة مفتوحة عشان اقدر اقلبها منها. هخيط كل ده المسافة دي كلها، واسيب حتة مفتوحة كده، وهخيط الماسك كله لحد الاخر هنا، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد ما خلصنا خياطة بالمنظر ده، خيطناها كده، هبدأ بس اوسع الجزء ده معايا عشان لما اقلبه ما يبقاش يعني شادد كده معايا. هبدأ بس اوسعه كده، لو في اي زيادة اشيلها، وابدأ هنا اعمل فتحات بسيطة قبل الخيط عشان لما اقلب الجزء اللافف المدور ده ما يضايقنيش في القلب بتاعت القماشه. فتحات خفيفه قوي كده. تمام. وهنا كمان بالشكل ده. وهبدأ أقلب الماسك بتاعي. وده شكله، شايفين الخياطة بتاعته كأنها متخيطة على مكنة بالظبط، مش كأني دي خياطة على يدوي خالص. الزيادة بقى اللي هنا هحط ديت على ديت كده، وهبدأ اخيطها معاكم. هحضر خيط وابرة وارجع لكم تاني. انا جهزت الخيط والابرة، وكنت مخيطة الجزئين دول كده بالشكل ده، يعني تانية قطعتين القماش على بعض، ومسرجاه برضو على الايد، يعني مفيش اي مكنة في الموضوع. فانا هبدأ احط الجزء ده كده، ادخل ده في ده بالشكل ده. وقبل ما ابدأ اخيط هاخد واحدة من دول احطها هنا، تمام كده. شايفين شكلها جميل ازاي؟ وتقيلة خالص خالص خالص، عمرك ما هتتلسعي وانتي بتعملي الحاجة بتاعتك. وهبدأ اخيطها خياطة كده ايه سحرية، يعني ما تبقاش باينة خالص. هبدأ اخيط كده واطلع بالشكل ده، اخيطها خياطة داخلية خالص. شايفة معايا مش باينة خالص ازاي؟
هثبت بس الجزء ده كويس علشان ده هيبقى العلاقة بتاعتها. خلصتها بالشكل ده وقفلت الخيط بتاعي من هنا. شايفين شكلها جميلة ازاي وتقيلة، جميلة جدا. وقبل ما ادخله طبعا وابدأ الخياطة، طبعا هاخد العلاقات بتاعتي وهبدأ اخيطها معايا. تمام كده، زي ما قلت لكم هخيط غرزة نباتة علشان خاطر اضمن ان الحاجة بتاعتي تبقى جامدة كأنها متخيطة على مكنة، وفي نفس الوقت يبقى شكلها حلو. وغرزة النباتة دي زي ما قلنا ان احنا بنمشي وبنرجع تاني لنفس النقطة لنص المسافة، واطلع كده بالخيط تمام، وارجع تاني لنفس المكان اللي انا اطلع منه او لنص المكان بالمنظر ده. هي دي غرزة النبات، شايفين يا بنات كأنها مكنة بالشكل ده. هقفل بقية الماسك معايا وارجع لكم تاني. وبعد ما قفلت الماسك بتاعي انا كده خلصت الفيديو بتاعي. شايفين الخياطة النباتة اللي بقول لكم عليها زي المكنة بالظبط، جميلة قد ايه، يعني محدش يصدق ان ده معمول على الايد يعني من بدون مكنة. مشروع حلو وانتي في بيتك، مش هيكلفك اي حاجة، بجد ما كلفنيش اي حاجة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب المشروع يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد.